المشاهدين انا هي الام ديال نهيله. كنظن ولات هذه القصه معروفه ديال الدريه اللي ذبحات، كنظن شحال من مره ومره غتكونوا شفتوها في اليوتيوب. انا هي الام ديالها اللي جينا ديك السيمانه نهار الاثنين، جينا للمحكمه هنايا ديال السيناف وجبت البنت ديالي، جات معايا لهنايا للمحكمه ودخلت الدريه للقاعه ديال المرافعه، والدريه شافت لي المجرمين، طاحت رقدت على ليدها ورقدت على رجلها وفمها عواج عليها، وبنتي في واحد الحاله هيستيريا، انا في واحد الحاله ما غنقدرش نوصف لكم كيفاش هي الحاله النفسيه ديال بنتي وكيفاش هي الحاله ديالنا حنايا. والمحامي ديالهم ما قدرش، ما راهاش الظروف ديال ديك الدريه اللي عندها 14 عام، ما قدرهاش. كيتهم بنتي، كيقول لها بان الدريه كتظاهر، كيقول القضاه بان الدريه كتظاهر، الدريه كتمثل. واش الدريه مريضه نفسيا وحالتها وكترعف؟ الدريه غتمثل، كيفاش الدريه غادا تمثل؟ بنت 14 عام غادا تمثل؟ علاش غادا تمثل؟ شكون بغينا نكونوا حنا؟ الدريه عندها، الدريه مذبوحه من عنقها، وعندنا الشهاده ديال الطبيبه النفسيه وعندنا الشواهد وعندنا، وغادي نمثلوا. شكون بغينا نكونوا حنا؟ شكون بغينا نكونوا حنا؟ غنكذبوا على محكمه، نكذبوا على اطباء، نكذبوا على طبيبه نفسيه، نكذبوا. شكون بغينا؟ هاد الناس بغاو يغريونا بربعات المنايل، قالوا لينا وديروا لينا تنازل في استئناف وخليونا حنا من الاستئناف غنخرجوه، واثقين من نفسهم. وكيقول لك غادي يخرج خونا، غادي يخرج نهار الاثنين، وحنا غتعطانا البراءه ديال هاد السورسي، وحنا خويا كنطالبوا بحقنا. وانا ما غاديش نتلازل على حق بنتي، كنقولها وبقى مازال كنقولها، واخا راني مريضه نفسيا ومأزمه نفسيا وما عندناش، حالتنا ضعيفه وتمحلنا قاسينا انا وليداتي وانا وراجلي، وتكرفسنا ومازال مكرفسين ومازال كنعاني مع ديك الدريه، ومازال حتى حنايا مراض نفسيا، ما كناكلوش ما كنشربوش، حالتنا مأزمه. ولكن ما غنتنازلوش، كنقولها وكنعاود ناكد، وكنطلب من الشعب المغربي اللي كيشوفنا من هذا المنبر باش يتعاونوا معانا، باش يوقفوا معانا، باش تكون هذه قضيه راي عام، باش تكون هذه قضيه المجتمع كامل، باش خوتنا المغاربه كاملين يحسوا بينا، باش خوتنا المغاربه كاملين يوقفوا معانا، يساندونا، يوقفوا معايا تناخذ حق بنتي، حيتاش حنا ناس ما عندناش، حنا ناس دراوش، حنا ناس على قد الحال. واش الدرويش يتهجر؟ واش الدرويش يتصوب؟ واش الدرويش يشدوا ليه مراته ويكرفسوها قدامه؟ هاد الشيء راه ما غيقبلو حتى شي واحد، وحنا عندنا كامل الثقه في القضاء، وحنا عندنا الله وعندنا سيدنا، وعاش الملك، والله يطول لينا في عمره والله يشافيه. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.